السلام عليكم. بعد انتهاء رمضان الكريم والأعياد المباركة وردتنا كثير من الأسئلة، رح نكون معاكم دائما ونجاوب عليها في برنامج اسمه سؤال وجواب، إن شاء الله يكون عند حسن أجوبتكم ونكون قد الأسئلة، وإن شاء الله متعاونين معكم دائما. من الأسئلة اللي دائما ومتكررة معانا اللي هو: هل بعد إجراء العملية أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري والحمل وبعد انتهاء فترة الحمل، هل مفضل إجراء عملية قيصرية أم لا؟ نحن نفضل دائما أنه نخير المرأة. تخيير المرأة هو إشي مهم إذا كانت وضعية الجنين بشكل طبيعي وانطلقت الولادة أو عملية الولادة بشكل تلقائي وبلش يجي الطلق عند المرأة بدون أي تحفيز، هذا هو الأنسب والأفضل والشكل المثالي، وكانت وضعية الجنين بشكل صحيح وتقدم الولادة كان بشكل صحيح، فإحنا ما منعارض أنها تولد المرأة ولادة طبيعية إذا ما كان في هناك عوارض طبية بالنسبة بما يخص المرأة أو بما يخص هذا الطفل، فنحن مع أنها تولد المرأة ولادة طبيعية. لكن احنا نتواجه كثير من الاحيان بيعتبروا بريشس بيبي، يعني هذا الطفل غالي، مع انه كل طفل غالي لدى كل العائلات وكل الامهات. بنفضل انه نشاور المرأة، نحكي لها عن مضاعفات ممكن تحدث اثناء الولادة، مضاعفات ممكن تحدث اثناء العملية القيصرية، عادة هي قليلة على الجهتين، بنخير المرأة. الاغلب طبعا بيسهل انه يكون عن طريق الولادة القيصرية، لانه الولادة القيصرية بتعرض الطفل عادة لاقل مخاطر من الولادة الطبيعية، وتكسب المرأة وقت اقل للحصول على نهاية المخاض. احنا بنساعدهم، انا احكي بكل صراحة 80-85% من النساء اللي حملوا عن طريق برامج مساعدة الحصول والإنجاب كان خيارهم الأول هو الولادة القيصرية. هذا بالنسبة للطفل اللي بيكون أصلاً وحيد، يعني حامل بتوأم مش بتوائم، طفل واحد. لكن إذا كان فيه توائم أو متعدد توائم أو وضعية الجنين أو هناك موانع في العمر المرأة أو هناك موانع في أمراض مزمنة عند المرأة أو وما شابه ذلك أو تليفات أو أي سبب كان هو أصلاً ما حد الأسباب الرئيسية في عدم الحمل، احنا ما بنحب ان نعرض المرأة انها تولد ولادة طبيعية، نقترح عليها تكون هي الولادة القيصرية. اذا الجواب: هل هناك مانع ان تلد المرأة عن طريق الولادة الطبيعية؟ لا يوجد اي مانع، يوجد خيارات، يوجد نقاش مع المرأة، عملية حسابية بحتة طبية، بنطلع بآخر شيء في النتيجة إما عن طريق الولادة القيصرية أو طريق الطبيعية. وأهلا وسهلا بكم وشرفتونا وإحنا دائما معاكم.